عليه السلام. هذا الفقد الموجع الذي ترك ديار الحسين خاليا. رحلوا ولكن خلفوني بعده حزنا صوب عهادي تلك الديار الخالية من أهلها الذين فرقوا من الدنيا ينعى أهلها عليهم لكن لا نعيا كنعي على أبي عبد الله الحسين. يأتي الوافد يقف على باب دار الحسين فينادي بقلب موجوع بسائلك يا دار وين أهل الحمية. حنت وصاحت حسرتي ردت علي وافد لا تجي من بعد هالعام وان جيت ما تلقى بهذي الدار مطعم. راح الكريم اللي يكيل الجوب والعام شالوا هجرني وعمر برور خير ودع قبر جده وراح يبدي اللوم. الله على جور الدهر يا ما هدى مسوم وانجا يا ضيف المشايخ تقبل الشوم. اقصد الوالي في طفوف الغاضرين لكن الوافد يسمع ونين وبكاء في تلك الدار فينادي بقلب موجوع بسائلك يا دار سلطان المدينة من هالذي في الدار ينتحب ويصيح ووحشة الأوطان ينطم على صدره وينادي وأخاه وحسينا. ينتهج المرسول ويصيح البشارة يا أهل المدينة زينا وانشر ليارك في المدينة شمال ويمين. ولكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله تعالى في محكم كتابه وجليل خطابه بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت
آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. لتعجيل الفرج صل على محمد وآل محمد. تنقسم الذنوب والمعاصي في كتاب الله تعالى إلى قسمين، فهناك ذنوب صغيرة وذنوب كبيرة، وإن من أكبر كبائر الذنوب ذنب القتل، فجريمة القتل التي تنتهك حرمة الإنسان وحق الحياة إلا الإنسان تعتبر في الإسلام من أكبر الكبائر، وإن فاعلها حده في شرع الله تعالى أن يقتل بالمثل، يقتل القصاص. ولأجل هذا نجد أن القرآن عندما تحدث عن أول الكبائر وهي القتل، والتي وجدت في أول ما وجدت في التاريخ الإنساني من خلال قتل ابني آدم لبعضهم البعض، حيث قتل قابيل أخاه هابيل حسدا، أخذ حجرا ضخما وضرب رأس أخيه ففجره وقضى عليه، ثم عض على يديه ندما وأسفا. هذه الجريمة التي أول ما كتبت بالتاريخ في صورتها الأولى وقعت على يدي ابن آدم عليه السلام. عندما نتكلم عن القتل قبل مجيء النبي صلى الله عليه وآله، فهذا القرآن يحدثنا عن نوع من أنواع القتل يتسم بالبشاعة. كل قتل بشع، وقتل الأطفال أبشع، حيث أن الطفولة التي تتجلى فيها البراءة بكامل أبعادها عندما تشن حربا في أي أرض كانت وفي أي بلاد كان، فإن أعظم ما يمدى له الجبين وتنتفض له الإنسانية هو قتل الصغار من الأطفال والرضع واليافعين ممن لا يدركون ما الحروب وما الجور وما العدوان، ولكن يقعون ضحية الظلم والبغي على يد تلك العظمة المستبدة في تاريخ الإنسان. ولهذا عندما يحدثنا القرآن عن هذه الحادثة، وإذا الموءودة سئلت، حيث كان العربي الأول يئن طفلته إما خوفا من العار، وهذا نوع من القتل يتعرض له الصغار، وإما أن يقتل أولاده وإن كانوا ذكورا خوفا من الفقر، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، خايفين من الفقر فيقضي على ولده خوفا من الفقر. هذه ذكرها القرآن الكريم، خلدها مستنكرا ذلك الفعل. وأما في زماننا اليوم فإن عجلة القتل لا تنتهي، وإن أداة التصفية ولا سيما للصغار والرضع والأجنة الذين وقعوا ضحايا لتلك الأدوات الفتاكة التي تستهدف بها الشعوب المستضعفة على أمر العصور، ومن هنا تجدون بأن القتل الذي تعيشه الإنسانية اليوم على نوعين: قتل حقيقي يتجسد من خلال إزهاق الأنفس، قتل بالسلاح، قتل بالرصاص، قتل بمختلف أدوات القتل وأنواعها التي تفتك بأبنائنا وأولادنا وأطفالنا وصغارنا، هذا قتل. وقد يوجد نوع من القتل اختياري كما في بعض البلدان اليوم كاليابان مثلا، التي حدد فيها الإنجاب بولد واحد، فإذا كان الجنين بنتا قضى عليه، وإذا خرج للوجود بنتا قضى عليها، إذا أراد ولدا تركه، وهكذا له مولود واحد، فصارت نسبة قتل الأجنة
وقتل المواليد كثيرة في تلك البلدان، لأن تلك البلدان بشكل رسمي تحدد ولدا واحدا. ولكن محط حديثنا اليوم نوع آخر من القتل، إنه القتل الاعتباري. والقتل الاعتباري قد لا تسيل فيه دماء، وقد لا تزهق فيه أرواح، ولكنه قتل محرم تكون ضحيته الأبناء والصغار. هذا القتل له مستويات. القتل الأول الاعتباري الذي يكون ضحيته الأبناء هو قتل على مستوى الفطرة. كما تعلمون أن هناك جدل علمي واسع بين أصحاب النظريات التربوية، هل أن الإنسان يولد بفطرة سليمة أو لا يولد بفطرة شريرة، كما تذهب بعض النظريات المسيحية التي تؤمن بأن الإنسان من لحظة وجوده مجبول على الشر. الأصل في الإنسان ليس مجبورا على الخير وليس محبا للخير كما هي نظرية الإسلام، بل مجبول على الشر، وقد تورث الخطيئة والشر هكذا يدعون من أبيه آدم. وهذا كلام باطل لا يثبت عند الجدل العلمي والنقاش المعرفي. ولكن هذه نظريات. الأصل في الإنسان وفطرة الإنسان عند الولادة أنه شرير، ولكن بعوامل التربية يكون صالح. وأما النظرية الإسلامية تذهب إلى أن الإنسان خلق في أحسن تقويم، الأصل فيه الخير، ولو ترك لشب على الخير. وبعض النظريات تذهب إلى أن الإنسان فيه استعداد للخير واستعداد للشر، فلا هو الشر محض ولا هو خير محض. نظريات. الإنسان يولد على فطرة نقية صالحة في النظرية الإسلامية، ولكن يتعرض هذا الطفل الصغير إلى قتل اعتباري على مستوى الفطرة. الولد يقول النبي أبو القاسم محمد، الولد يولد على الفطرة، وإنما أبواه يهودانه يمجسانه ينصرانه. إذن هذا نوع من القتل عندما تنحرف فطرة الإنسان عن جادة الاستقامة لتتبع مذاهب شتى متعددة. والسبب في ذلك من؟ الأبوان، عناصر التأثير، الأبوان، البيئة، المحيط، المربون. فلهذا يعتبر هذا النحو أي تحريف مسيرة الفطرة. وأنتم تعلمون بأن الفطرة أو الأمور الفطرية ليست اكتسابية، بل أمور يولد الإنسان مزودا بها تماما. فالطفل الرضيع عندما يلتقم ثدي أمه يرضع. من علم الرضيع الرضاعة؟ بالفطرة. السلحفاة عندما تضع بيضها في الرمال ثم تهجرها فتفقس فيفقس البيض، ويخرج صغير السحلف ليقف في برزخ بين اليابسة وبين الماء. لم نسمع أن سلحفا صغيرا ضل الطريق وذهب في اليابسة، بل كلها تنساه إلى الماء بالفطرة. لو أخذت بيضة فيها عصفور وتحت عوامل غير طبيعية، يعني بالحرارة المصطنعة، فقس البيض وخرج طير، حمام كان ذلك أو عصفور، فإنه يصنع عشا حتى لو لم يرى أبواه أو أبويه قد صنع عش. من علمه صناعة العش؟ إنها أمور فطرية مودعة في الكائن. أيضا مسألة العقيدة أمور فطرية، فمعرفة الخالق جل جلاله تعتبر فطرية، لكن معرفة الله اكتسابية. فرق بين المفهومين. شنو الفرق لما تقول معرفة الله اكتسابية
ومعرفة الخالق فطرية طبعا، كل إنسان يولد على الفطرة، وقانون العلية قانون فطري، هذا البناء عند كل عاقل مسيحي مسلم كافر ملحد، إذا وجد بناء فلا بد له من بناء، وإذا وجد نجارة يعني هذا المنبر من الخشب فلا بد له من نجار، وإذا وجد مصنوع فلا بد له من صانع، فهذه أمور وقواعد عقلية مسلم بها، فإذا وجد الكون برمته فلا بد له من خالق صانع. غاية الأمر أن معرفة الله غير معرفة الخالق، معرفة الله اكتسابية، ولو كانت فطرية لما احتجنا للأنبياء والأوصياء والكتب السماوية، لكن الفطرة الأولية تؤمن بضرورة وجود الخالق، هذا الخالق منه شمس قمر صنم، فنحتاج إلى أنبياء يأخذون بأيدينا إلى الله جل جلاله، وهكذا تقوم الفطرة. فإذا شب طفل صغير في حجر أبوين ضالين فإنهما يتسببان في قتله قتلا اعتباري، تضليل الفطرة التي أودعها الله فيه. النوع الثاني من أنواع القتل الاعتباري الذي يتعرض إليه الأبناء الصغار هو تحريف مسيرة الكمالات الأخلاقية عند الإنسان. يولد مسلم، بلى مسلم، ومن أبوين مسلمين، ولكن الأبوين لم يبذلا ما بوسعهما في صلاحه واستقامته وتقويم أخطائه، فعندئذ يتسببان في ماذا؟ في قتله قتلا اعتباريا. لماذا يقول الإمام الصادق عليه السلام بادروا أمرها أمر بادروا أولادكم بالحديث قبل أن تسبقكم إليهم المرجئة؟ أيها الأب لا تنتظر من الخارج من يأمرك لإصلاح أولادك وتربيتهم وتوجيههم، بل كن مبادرا ما استطعت قبل أن تسبقكم إليهم المرجئة. المرجئة تيار عقائدي ضال في ذاك الزمان، ويستهدف عقول الناس ولا سيما الفتية منهم. إذا يقول النبي صلى الله عليه وآله قلب الحدث، هذا الطفل الصغير الشاب كالأرض الخالية ما ألقي فيها شيء إلا قبلات، فالتفت هذا الطفل شو تخلي فيها أيها الأب؟ قيم مبادئ أتضع فيه بذور الحنظل ستذوق يوما ما مرارة ما زرعت، أم تضع فيه بذور الرياحين ستشم منه عمقا طيبا، فأنت الذي تحدد ذلك. الإمام يقول بادروا أولادكم بالحديث قبل أن تسبقكم إليهم المرجئة، أي التيارات النظريات الأفكار الضالة التي قد تتجسد اليوم في صور متعددة عبر شبكات الإنترنت، عبر القنوات، عبر المسلسلات، عبر الأفلام، عبر التلفونات الذكية التي لا يوجد ولد من أولادنا إلا ويحمل هاتفا. نحن يجب أن نوجد المناعة، بادر لإيجاد المناعة، فإذا أوجدت المناعة الروحية في قلب ولدك فلا تخشى عليه، لا تخشى عليه، لكن إذا أهمل كل واحد منا دوره فقد شارك في اغتيال شخصية ولده، وهذا نوع من القتل. النوع الثالث من القتل دفع الأبوين ولدهما أو ابنتهما نحو العقوق. شلون؟ أحيانا يصل الأبناء إلى حالة العقوق بسبة الأبوين، وهذا أمر خطير ويكشف عن إهمال من قبل الآباء والأمهات في نهوضهما بدورهما المهم، بنهوضهم بالدور المهم التربوي. جاء رجل وقد قبض على يد ولده وجاء به إلى عمر بن الخطاب وقال اقضي بيني وبين ولدي فقد عقني، عفوا فقد عقني هذا المال، ولد عاق. فلما التفت إليه
ونظر إلى ذلك الصبي وإذا بذلك الولد صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. نظر إلى الولد وقال ويحك لم عققت والدك؟ فقال اسمعني يا ولدي. نظر إليه قال ما حق الولد على أبيه؟ فقال كما قال النبي صلى الله عليه وآله في رواية أنه قال أن يختار له رحما صالحا. قال بعد قال وأن يعلمه القرآن. قال بعد قال وأن يختار له اسما. فقال الولد وابن أبي هذا والله ما فعل شيئا من ذلك. يعني يقول هذا الأب أساسا أسس لقواعد العقوق في سلوكي تجاهك. فنظر إليه وقال كيف؟ قال إن أبي هذا أولدني من رحم امرأة كانت عند المجوس. يعني أمة كانت خادمة عند المجوس لا تعرف شيئاً عن دين الله وعن معرفة الله أبداً. اختارها أنجب منها هذا الولد فلم يختر له رحماً صحيح. قال وأما اسمي فقد أسماني على رواية جعلها وفي رواية جعلي باللغة اليوم. يعني تروح تفتش جعل يعني خنفساء. تعرف تسمي ولد خنفساء شنو يعني؟ بس هذا الكلمة الناس ترنانون يا خنفساء خنفساء الكل يعرف معناها. هذا تحقير شعور يشعر فيه الصبي بالدونية. يقول وأسماني جعلا أو جعلا يعني خنفساء. بعد وأما تعليمي فوالله ما علمني آية من كتاب الله. فالتفت له فقال لقد عققته قبل أن يعقق. أنت أسست للعقوق. هذا اغتيال لهوية الأبناء منذ مراحله الأولى. ولهذا الإنسان ينبغي أن يلتفت في مجال تربيته لأبنائه أن لا يقع في القتل الاعتباري. هذا قتل. ماكو فرق بين قول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. هناك كانوا يئدونها دفنا وهنا يئدون أخلاقها وأخلاق الأبناء وقيمهم بسبب ماذا؟ سوء تربية الأبناء. الولد الصالح والبنت الصالحة هما ماذا؟ قرة عين للآباء والأمهات. ولهذا تجدون أن الثمرة المباركة التي يجنيها الأبوان في وجودهم أن يرزق ذرية صالحة. وأنتم تعلمون أن الإنسان عندما يرزق ولدا صالحا تقيا تتجسد فيه القيم والمبادئ فإن الولد الصالح كما هو في الحديث عن لسان النبي صلى الله عليه وآله يقول ريحانا من رياحين ماذا؟ الجنة. تطالع ولدك الصالح كأنك تشوف ريحانة من رياحين الجنة. ترى ولدك الصالح ترى ريحانة من رياحين الجنة. وعلى قدر ما يثلج صدرك به على قدر ما يفجع القلب ويتألم عندما يفقد ولده يجمع تلك الخصال والمزايا التي تجعله ريحانة. وما أكثر تلك الرياحين التي اختطفت من حجر أمهاتها وبودعت في قبورها ظلما عدوانا جورا. ونحن نعيش اليوم في ظل فقدين مؤلمين. امرأة من قريتنا العزيزة صاحبة العزاء صادق رحمها الله عند الأبرار والذكرى الخالدة للشهيد السعيد علي الشيخ. هذا الغلام أو الفتى الصغير اليافع الذي التحق بقافلة الشهداء ورحل معهم إلى جوار الحسين عليه السلام
فتى يستحق أن نسلط الضوء عليه، وينبغي أن نذكره وأن نذكر ذكرى شهدائنا جميعا، ولا نتخلف في ذلك ولا نتكاسل. أن أمة لا تحيي ذكر شهدائها أمة ميتة. التفتوا، هؤلاء الذين بذلوا دماءهم وتضحياتهم من أجل المبادئ، من أجل القيم، من أجل الأهداف العالية النبيلة، ينبغي أن يخللوا. هذا الغلام قدوة لأولادنا. عندما نقف مع هذا الصغير الفتى الذي جسد البراء من جانبه وجسد مطلوبية موجعة، ستبقى خالدة في تاريخ هذا البلد المؤلم، هذا البلد وما فيه من آلام وأوجاع. هذا الصغير الذي كانت ولادته يوما رحيل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وكانت يوم شهادته يوم العيد، بعد أن صلى العيد مرتين على رئيس الفضل الله وعلى رئيس سيستاني، وأحيا ليلة القدر ليلتين، وكان من خيرة أبنائنا، لم يعطى فرصة ليكون كاليافعين الكبار ليشق طريقه، ولكنه كان بذرة مباركة، هو وأبناؤنا الشهداء الذين رحلوا إلى جوار ربهم. ولهذا هذا الغلام الذي كان مثالا لبره بوالديه ومحبته لأمه وأبيه، وكان له حضوره في وسطه الشاب اليافع، وأنا أتذكره شخصيا، وكان قد صلى مع العيد في ذلك اليوم، ثم ما أسرع ما سمعنا ذكرى رحيله، ذكرى رحيله، وكيف أنه قتل ظلما وعدوانا. هؤلاء ينبغي أن يخلفوا أولادنا، وليس فقط أولادنا في مثل هذا العمر، هناك من رحلوا من الدنيا أجنة، حتى الأجنة الذين رحلوا بسبب الظلم والعدوان ينبغي أن يخلفوا. ومن هنا تجدون أيها الأحبة بأن المجتمع المؤمن الذي يعي قيمة الشهادة، والذي يعي عظمة الشهادة على أنها جذوة حياة الأمة، انطلاقة البلاد في الأمة. ولهذا كان الصحابة يأتون لرسول الله يبكون: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ادع لنا بالشهادة، كل يتمناها ولا يعطيها إلا من ما يعطاه أي واحد إلا ذو حظ عظيم. هكذا فضل الله يؤتيه من يشاء. ولهذا يا أحبتي أبناؤنا، ولسيما الفقير السعيد، وهذه المرأة التي رحلت في عنفوان شبابها أيضا، بنت بارة بأبويها، وهذه البنت وهذا الغلام يمثلان ثمرة لأبويه، ثمرة. هاي الثمرة عندما تختطف يتوجع القلب، يحزن الفؤاد. أعظم ما يحزن قلب الإنسان فقد الأبناء. عندما نزل ملك الموت على نبي الله موسى عليه السلام، فقال له: من أنت؟ قال: ملك. قال: من أي الملائكة؟ قال: ملك الموت. قال: جئت زائرا أم قابضا؟ قال: بل جئت قابضا. قال: أمهلني حتى أنبه أمي وأبنائي. قال: لم أؤمر. ملك الموت لم يؤمر أن يسمح لنبي من الملك. قال: طيب أمهلني أن أسجد لله. قال: افعل، فقد أمرت بذلك. فلما سجد موسى عليه السلام سأل الله تعالى: إذ أن أقرب ما يكون العبد إلى الله تعالى في حالة ماذا؟ سجود. فدعا الله تعالى أن يطيل في عمري حتى يودع أولاده وأمه، فأعطاه ذلك. فعاد نبي الله موسى وودع أمه، ثم ودع عياله. هنا التاريخ دون لنا هذا الموقف. انظروا إلى فلدة كبد الإنسان، قد تفقد بنت، وقد تفقد ماذا؟ ولد موجع مؤلم. ولهذا عندما ودع أولاده وإذا به يحتضن ولده الصغير آخر أولادها،
ضم إلى صدره، لكن ها التفتوا انظروا إلى مساحة رحمة الله عز وجل، المساحة الواسعة، فضمه إلى صدره وبكى، فجاء الخطاب من الله: يا موسى لما البكاء؟ قال: يا رب بكيت رحمة على ولدي، أنا طفل صغير. قال: يا موسى امضي إلى البحر، اضرب بعصاك البحر، ضرب انشق. قال: انزل إلى عمقي، نزل وإذا بصخرة، قال لي اضربها، ضربها انشقت. قال: انظر في جوفها وإذا بها دودة عمياء، دودة وعمياء، وفي جوف البحر في بطن الصخرة، وإذا بها تأكل من ورق اليابسة. تأملوا يا أخوان، تأكل من ورق اليابسة. قال الله تعالى: يا موسى إن الذي قدره أن يرزق هذه الدودة العمياء في بطن البحر في جوف الصخرة لقادر أن يرعى عيالك ولا يضيعهم. الله موجود، ما الذي يعتبر؟ ولهذا الإنسان يطلع مطمئن، لكن فقد الأبناء موجع، وعلى قدر الوجع يكون الأجر عند الله عز وجل. الابتلاء أنواع، فهناك من يبتلى في ماله، ومن يبتلى في بدنه، ومن يبتلى في أهله، ومن يبتلى في ولده. وهنيئا للصابرين الذين يقولون إذا نزلت بهم المصيبة يقولون: إنا لله، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. لكن موجعها عندما تقف طفلة صغيرة كطفلة الحسين على جسد والدها. تخيل الوالد مرضض بحوافر الخيل، وطفلة تبحث عن ولي يرعاها ويحتضنها، ولكن لا تسمع إلا نداء محزن موجع: احرقوا خيام الظالمين. هذا النداء اللي سمعته تلك الطفلة، وطلعت تهيم على وجهها خائفة وروعة. يقول حميد بن مسلم: عندما أحرقوا الخيام رأيت الطفلة قد خرجت مذهولة والنار في أذيالها، فجئت إليها أطفأت النار من بينها وهي تبكي، قلت لها: بني من أنت؟ قالت له: يا شيخ أقرأت القرآن؟ قال: بلى. قالت: أقرأت قول الله تعالى: وأما اليتيم فلا تقهر؟ قال: بلى. قالت: أنا يتيمة من يتامى الحسين. هي الصغيرة تفر على وجهها تلون بجسد والدها، وإذا بها تجل صدرها مرددا بحوافر الخير، ترمي لنفسها عليه تنادي: يا وايا عني والله حظيمة، حظيمة أصير من صدر اليتيم، أصير من صدر اليتيم. أثار الأبو يا ناس، لأن أعطت الحسين عهدا برعاية الأطفال، وهي التي خاطبت أبا عبد الله: أنا بعيني نباري لك عيالا ونبروحي
صل على محمد وآل محمد. اللهم تقبل منا اليسير واعف عنا الكثير، لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرتا، ولا عيبا إلا سترتا، ولا هما إلا كشفته، ولا أسيرا إلا خلصتا، ولا غريبا إلا أرجعتا، ولا مريضا إلا شفيته وعافيتا، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتا ويسرتا. اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافية، وفرج عنا به يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات إلى الحق، آمين. والفاتحة لموتانا وموتى الحاضرين ومن مات على الإيمان، وإلى روح من اجتمعنا لأجلهما وسببهما. اللهم ارحمهما برحمتك، واسكنهما الفسيح من جنتك، واحشرهما في زمرة محمد وآل الطاهرين، وعندك نحتسبهما يا رب العالمين. والفاتحة إلى محيهما وإلى أرواح الشهداء الأبرار والعلماء الأخيار. الفاتحة تسبقها الصلوات.